بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. في الحقيقة هذا اللقاء الذي تم اليوم في المكتبة الكبرى لمسجد باريس الكبير، اجتمعت مع الأساتذة أعضاء هيئة التدريس، ونقاشنا كان كله حول التكوين الأسبوعي اللي هي مبادرة جديدة في هذه السنة، بحيث نتعهد بأن الطلاب إن شاء الله بعد 3 سنوات يتخرجوا برتبة إمام. الدراسة تبدأ يوم الاثنين تنتهي يوم الجمعة أو مساء يوم الخميس، لأن الجمعة مخصص للمكتبة. وفي هذه 3 سنوات إن شاء الله يحفظ القرآن الكريم كاملا تحت رعاية أساتذة متخصصين، ويأخذ قسطه من الفقه المالكي، على أن تستمر هذه التكوين حتى بعد تخرجه إن شاء الله. أما فيما يخص التكوين الأسبوعي، عفوا نهاية الأسبوع الويكند، هو مستمر كما السنة الماضية. فإذا هذه السنة عدنا إن شاء الله التكوين الأسبوعي يبدأ من يوم الاثنين إلى يوم الخميس أو صباحة يوم الجمعة. التكوين الويكند آخر الأسبوع للمرشدين والمرشدات وعلوم ليسونس الشريعة. وفي الحقيقة كان لقاء طيب، كان لقاء مثمر، تجربة جديدة، مبادرة أكيد هي ناجحة، والحمد لله نشكر الجميع على كل ما بذلوه من مجهودات. كانت إدارة مسجد باريس الكبير، أو في ما يخص توجيهات السيد العميد بارك الله فيه، وكذلك التعاون بيننا وبين أعضاء التدريس. نتمنى للجميع النجاح، نتمنى للجميع النجاح إن شاء الله، وقد نشمر إن شاء الله على سوى أيدينا، والمبادرة موجودة والإرادة موجودة، الإمكانيات متوفرة والحمد لله، فنعمل جميعا بصفة متجانسة. ¶¶